الآن سنذهب إلى مزرعتنا. جوستينا استيقظت من النوم، أعطيتها فطيرة بالتفاح من صناعة أمي وسننطلق. وسأحدثكم شيئا ممتعا عن فصل الخريف في أوكرانيا. تعرفون جيدا أن فصل الخريف هو فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء. في الخريف يصبح الطقس أبرد وأبرد يوما بعد يوم. في الخريف يتساقط المطر، السماء غائمة، الطقس عاصف وما إلى ذلك. تصفر الأوراق وتسقط على الأرض. ولكن يوجد مفهوم أو مصطلح صيف المرأة العجوز. ماذا يعني؟ متى يحين صيف المرأة العجوز؟ في الخريف. ماذا يعني هذا المفهوم؟ صيف المرأة العجوز هو فترة قصيرة من الدفء عندما يرجع الصيف، عندما يرجع الطقس الدافئ بعد موجة أولى من البرودة. عادة عندما يحين فصل الخريف كثير من الناس يحزنون لأن البرودة أتت، لأن الطقس يتغير ومتقلب ويعني مثل هذا، وكلهم ينتظرون رجوع الطقس المشمس. وبعد الموجة الأولى من البرودة الخريفية يرجع الصيف للفترة القصيرة. متى يحدث ذلك؟ عادة في شهر سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول. مثلا الآن عندنا فترة صيف المرأة العجوز، عندما يكون الطقس مشمس وكأنه الصيف راجع. تعرفون ذلك. ومن خصوصيات هذه الفترة صيف المرأة العجوز بالأوكرانية بابا ناليتو. بابا بالأوكرانية ليس فقط جدة، بل بابا أيضا يعني أي امرأة عجوز. لذلك يمكنكم أن تسمعوا عندما يقول ينادي الطفل كل النساء العواجز بالجدة، فلا يعني ذلك أن كلهن جدات، يعني أقارب، كلهن نساء عجائز. ولماذا يسمى هكذا صيف المرأة العجوز؟ لأن النساء العجائز عادة ما في هذه الفترة عندما يرجع الصيف في الخريف هم يكملون أعمال المزرعة. هم مثلا يختزنون الخضروات، ينظفون المزارع، يستعدون للشتاء، يعدون مزرعة فناء البيض للشتاء، هكذا. يعني إن النساء العجائز يتأخرن قليلا مع أعمال المزرعة. يحتاجن إلى وقت أكثر، وتعرفون ذلك. ومن خصوصيات صيف المرأة العجوز كثرة بيوت العناكب
التي تطير في الهواء. أصدقائي، هذه الجرارة لقلع البطاطس من التربة. من لم يلحق بقلع الخضروات من المزرعة فيفعلون ذلك في هذه الفترة. يمكن أن ترى بيوض عناكب هذه الخيوط، الخيوط التي تطير في الهواء. فنقول إن صيف المرأة العجوز قد حان، وهذه فرصة أخيرة للاستعداد للشتاء بعد صيف المرأة العجوز، بعد الصيف المتأخر. تحين البرودة، تأتي البرودة. وتنزل الأمطار الغزيرة. طبعا كل سنة الخريف مختلف، ولكن هذه الخصوصيات الرئيسية نفسها. باب نيليتو، غدا في 23 من سبتمبر عيد ميلاد جوستينا، في تكمل سنتها الأولى. وعندما ولدت جوستينا كان الطقس مثل هذا الطقس، كان الطقس مشمسا جدا ودافئا، حتى مال إلى الحرارة قليلا. هكذا أصدقائي، الآن سأريكم خيوط بيوت العناكب على باب شقتنا. إن العناكب يخيطون بسرعة، مثلا في الصباح لم يكن شيء على الباب، والآن يوجد. شاهدوا المقطع القادم، يعني التالي. سأخذ بعض الثمار اللبية. جميلة جدا، أريد أن تلعب بها جوستينا. يجب أن أختار أجمل ثمار. جميل. هذه خلعت قبعتها بالأوكرانية جولج. الآن سأقشر هذه. انظروا، مثل جوز مكون من نصفين. حسنا، جوستينكا، تزيلا مايا تزيرتك، زيلا، هل أكملتي أكل الفطيرة؟ تاكس، باقي قليل. أحب هذا اللون البنفسجي. أصدقائي،
كذلك أردت أن أحدثكم قليلا عن أنواع الأشجار في أوكرانيا. بعض الأشجار عندنا دائمة الخضرة، يعني أنها خضراء على مدار السنة. أي أشجار تنتسب إلى هذه الفئة؟ شجرة الشوح، شجرة الصنوبر، يعني تلك الأشجار التي لها بدلا من الأوراق إبر خضراء، يعني هي أوراق ولكنها بشكل إبر طويلة رقيقة. هذه الأشجار دائمة الخضرة، وفي الخريف لا تصفر ولا تسقط. لذلك في الشتاء سترون الأشجار الخضراء، وكذلك سترون الأشجار العارية التي اصفرت أوراقها وتساقطت. وفي الشتاء تلك الأشجار العارية نائمة تنام. سأريكم الآن تسريحتي دائما. ها هي تسريحتي، شعري. في الطفولة نفخنا فوق هذه الزهرة. يعني عندما أقول لكم إن الأشجار في الخريف تصفر أوراقها، فيعني ذلك أنني أقصد الأشجار التي تسقط أوراقها، ولا أقصد الأشجار الدائمة الخضرة. مثلا كل هذه الأشجار ستكون عارية. قريبا لكل فصل 3 شهور. الآن عندنا الشهر الأول من فصل الخريف، لذلك يعني الخريف لم يأخذ بعد زمام السلطة بالكامل، لم يمسك بها، ولكن أريد أن تلاحظوا وتتذكروا شكل الأشجار الآن وبعد فترة، بعد شهر مثلا. عزيزتي، انظروا شجرة السماق، شجرة أكاسيا. قبل حيلولة الشتاء تسقط الأشجار أوراقها لأنها نائمة في الشتاء ولا تحتاج إلى، يعني لكي لا تحتاج إلى الطاقة لتغذية الأوراق، والأوراق ستتجمد من الصقيعة والبرودة. في الشتاء الطبيعة نائمة. بابا، ما شاء الله، انظروا. اتصلت بأمي. أتفي سنة باسكا هون. نا 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 نا
سمكة. خاف منا كلب جيراننا. Злякався. А, дід. Дід. Дід Васаля, лі яфтахальба, бляна. Кузя. Вау. От так. А тепер ти на її. Молодець, кидаю коробку, кидай. Ось так. Давай ще. Пробуй. Молодець, Юстинка. Асдикаї. Суат катаба дляна інна л'угнія джаміля. Угнія ан рахат аль-хулькум. نحن نخترع أغنية من أي كلمات عشوائية. اكتبوا لنا أي كلمة ونحن سنغنيها. Відкривай коробочку, відкривай коробку, Юстинка. Відкривай. Відкривай коробочку, там багато скарбів. Так, відкривай коробочку. Скільки карточок. Атейна или Альмазра. Книжечка на металлолом. هذا الغطاء المعدني لإعادة تدوير نفايات المعدن. هنا نجمع مقابل المبلغ الزهيد جدا. نوعا واو. هذه فاصوليا أصدقائي، فاصوليا طويلة جدا. سبارجيفا تكي انا دولغا. انو فيتكريتيو. واو. اي واللون جميل. لحظة. رائعة جدا. طويلة. Так, мам, почекай, зупинися. Почекай. هذه النبتة دائما تلتصق بالملابس. هنا تنظف أمي منطقة صغيرة لزراعة الثوم قبل الشتاء. الآن نذهب هنا زرعت أمي الفراولة. واو. الآن سنقطف بعد التوت. توت العليق. يوستينا تحب جدا. واو. وهنا طماطم. طماطم جميل. هنا قرعة باديبان. قرعة باديبان مثل زهرة.
هناك أيضا طماطم. أوه أمي انظري مام هلان. أوه أوبا يدير مام سلستوشك. يوستينا تحب جدا. أها وهنا أيضا. أها واو وهنا. واو اوه листки від відламуються. О, ось тут, мам, почекай, обережно, щоб... Ось тут ще багато. Ось ця гілочка тут. Олякін азика і унзуру. Аля швак кесіра джіддан. Ні-ні, он аж ось. Я знизу почну. Унзуру. Гуна кесір. لكي نقطف التوت عليق يجب أن ننحني. أصدقائي هذه النبتة أيضا أمسكت بفستاني. الأشواك كثيرة جدا. أصدقائي الكراس اللاسعة نبتت. الكراس اللاسعة لاسعت أرجلي بشرت أرجلي. وماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نضع اللعاب من الفم على تلك الأماكن التي نريد أن نفكها. Юстинка, привіт, моя хороша! Юсточка, моя зірочка! Привіт! Алькурунб. Джеміль. Вау. وجدت أمي لعبة كوزة هنا في الشجيرات. Це треба все ставати зрізати, таке ж немає коли. Газа Джурджул. Міль той курну. Вау! Куса! Куса ще ба! Ось під так можна цим фанболом прикрити. Зірвати? Так, можна зірвати, воно збачить з нього росту ж нема. Воно мале це таке є. Карнабіт. Це да. Цвітна. Ну, то ж цвітна. А ну покажи, як всередині. А, десь а, видно. Всередина. А ну там. Ось ось тут воно зарождається сюди маленьке. Карнабіт, маша Алла. Може підросте. Лантазеру хатта якбура. Ану. Ой, не врожай. Фульфуля. Мам, не рухай, не смикай, я не можу. О, Джеміль. Ти у мене не ношу. О, гуна фасулья. Мазалят гирнадиджа. Ага. Зелена. Тоді оце де. Це вже її можна і не мочити. Ось о, лішурбет борщ. Так, да, і борщ прямо лежить. Так і ту вирвемо. Да. Я туди. О, ага. Я вернуся туди. А ну. Ось. Да, тут. واو أصدقائي انظروا هل تعرفون ما هذا؟ بالأوكرانية جوجي يعني أبسج
Вагуна, а це квіточки, так? А, то квіточки так цвіте. Вау, вагуна зугурога. Онзеру, вагуна. Вагуна айдан. Зугур джаміля. نرجع إلى مركز القرية بالسيارة. الآن الساعة السابعة والثلث ويبدأ الظلام ينزل.